ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة. الحمد لله احنا النهاردة هنعمل فتة ورز. طب الخطوات معايا. دلوقتي حطيت المية وسط يا جماعة عشان الناس تقول لك المية قربت تغلي قدام ووريكم الفتة والرز والتلسيعة بتعملوا ازاي. تابع الخطوات معايا. أقشر التوم هو في الفتة والتلسيعة. واللي عايز حاجة يا جماعة يبقى اطلبها مني في المنتجع أنا أقولكوا عليه. دلوقتي اهوت يا جماعة شوية ملح وهم عشان الشوربة تكون حادقة. نص معلقة فلفل شاطرة يا سنين. يا سنين حافظة. شوية ملح وهم. عشان الشوربة.
دلوقتي بقى هدق التوم. بصوا انا بحب ادقه بالعصاية دي عشان ده ما بدقوش حلو. لما بكون التوم بيدق بالعصاية بيبقى افضل. عشان يوصل لكم كل جديد. صح زي ما ماما بتقول كده. انا قبل كده كنت بطبخ لكم على الكانون، كنت بوري لكم في الكرور شكله حلو، بس انا قررت بعد كده ان اطبخ تاني في المطبخ بتاعي وما اطلعش اطبخ في الكانون. لا بس طبعا اكل الكانون احلى من اكل البوتاجاز. هو ما يعرفش الموضوع ده يا جماعه الا اللي جرب اكل الكانون من اكل البوتاجاز. هو فيه تعب وفيه مجهود، بس طبعا ليه لذة وليه طعم عن طعم البوتاجاز. ما نطبخ عن البوتاجاز دلوقتي اهو كده. هقلي ترتيعا واحط الزيت. هو احنا بعد ساعات بنلدن في الفرن، بس العيش المتلدن عندنا النهارده خلص، فانا جبت عيش طري وقلت لدنه عشان نعمله تسقية. وانا بعمل التسقية دي يا جماعه في واحد من العراق على الكومنتات قال لو سمحتوا واحنا عايزين ناكل الفته المصريه، فانا بعملها لكم دلوقتي عشان اوريكم الخطوات بتاعتها. هي دي يا استاذ محمد الفته. الثوم يا هدير، الثوم الأول. أبدي
في حد برضو يا جماعة طلب مني ملوخية، انا كده كده الفيديو الجاي ان شاء الله هنزل لكم طريقة الملوخية ازاي. لايك وشير يا جماعه لو سمحت، اشتراك نعمل اشتراك يعني اللي بص كده على الفيديو ما كسرش يعني كده اشترك كده ساعه كده اشترك. على فكرة احنا ما قفلناش الفيديو، انا بوريكم حركة حركة. دي مواد في الطبخ، دي مواد بتاعتنا في الطبخ. Thank you.
القناه تنسوش الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. بنت الجيران شغلنا العملية وانا كل منام خلي حواليا مش عارف حفلة خبالة من لما انتي بسكوتة يا مقلشة موسيقي وانتي بسكوتة يا مقلشة هذا جوا قلب المربع اللي بجيب من كل فيلم اغنية يلا اي خدع بصوا ما يعتبر من كل فيلم اغنية دي يا جماعه الشيف ملك اللي كانت عامله لكم القراميل معاكم الشيف ملك شكرا لكم يا جماعه لا واشتركوا في القناه اشتركوا في القناه وما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشير والشير والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس كومنتات كتير وعملوا كومنتات كتير على فكره مش هسه لا شفت هتكلم كتير المفروض من غير ما نقول لكم اللي تعملوا طبعا استغربوا المرات دي جدا مفيش سلسبيل صوته طالع في قلب الفيديو سلسبيل نايم يا جماعه انا مصدقت ما نمتش اول فيديو هنعمله حس السلسبيل ما يطلعش وتعيط فيه اه طبعا ده صوتها دي بصمه كل فيديو من صغرها من ساعة ما اتولدت الفيديو لو ما طلعش فيه صوت السلسبيل مش هيبقى حلو خالص ربنا يسترها يا مالك لا يا بنت بيبقى هي الدنيا تبقى عامله ازعاج سمعي وبصري كل حاجه انا رح دلوقتي هنعمل لكم رز اهو احسن رز
جاية بسم الله ما شاء الله. واللحمة أبيض. نفضل نقلب فيه كده نقلب فيه مش فيه حبايه بتبقى في حبايه. في ناس كتير مبتعملش رز ابيض بس احنا بنحبه ابيض. وبعد ساعات يعني بنعمله بشعريه بس هي الرز بالذات بتستحب مع التسقيه رز ابيض. ورونا يا جماعه يعني حاولوا يعني اللي ما جابش الرز قد كده يحاول يجيب قناه تعليق شمس ويتفرج عليها ويعملوا اشتراك. اهم حاجه اللايك. اللايك بيدي حافز للفيديو يا جماعة. يا عز واغلى مخلوق عندي يا ما يا عيون امي سلامه وخير امي وجي ينطر محنا قمر ونجوم جنه تعرف تعمل هموم تعرف تحمل هموم بس لا 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 لا
ما تعرف هموم يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي الوفا. جميل اكيد طبعا. اشتروني ما اعرفش اي مثل على روحي الحلة تحرقني واسمعوني يا اللي مش عارفين حكاية. سلم عهو كده بصروا زبطوني يعني ايه واحدة من واحدة يعني مش فلفل كده. نحط المية بتاعته نحط له شوربة. الصابر منك يا يما انت الهوى الهوى انت الهوى ومحتاجة شمة. يا اغلى مخلوق عندي يا ما يا عيون امي سلامة وخير أمي. وجه يمطر محنة قمر ونجوم جنة. تعرف تحمل هموم تعرف تحمل هموم بس لا 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 ما تعرف هموم يا أمي يا أمي يا أمي الوفا. عندي يا ما يا عيون أمي سلامة وخير أمي. وجهي ينطر محنة جمر ونجوم جنة. تعرف تحمل هموم بس لا 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 ما تعرف هموم يا أمي يا أمي الوفا. يا مال ربنا يستر. حطي كمان شوية. قلي بقى تقليبه على الخفيف كده عشان العيش ما يبلحش. يلا بصوا بقى ريحه الترديعه يا لهوي ريحه حلوه قوي. بصوا يا جماعه انا دلوقتي المكون ده اعمل الترديعه ما بحطلهاش المربى واظبطها بحاجه في الاخر. دي نص معلقه كمون اهي. دلوقتي اهو احط ملعقتين دقيق روحي معايا
كمان واحد. روحي معاها مطرح ما تروحي يا مالا. يا جماعة نغرف خلصنا كل حاجة حتى روز استوى. كده اهو بصوا بقى كده حكاياتي وحركاتي جميل. بصوا واو. خلوا يا جماعه كلوا معانا.